Ah ouais, dommage. انا غادي ندخل. ليش كتعبر الفنان على هذه اللوحه هذه؟ قال دابا هذه كنحكيو على الدمعه كما كتشوفوا دمعه على مدينه طنجه ومعالي الهويه ديالها اللي كنشوفوها كدابيس مع مرور الايام كتفقد هويتها الطنجاويه هويتها العالميه هويتها مدينه الحضارات مدينه الثقافات مدينه التعايش. كل مرة كيبدلوا لنا ما بقاش التران مرتاح ما بقاش طري ما بقاش بزاف د الحاجات كيزولوها وكيزولوا المآثر كيزولوا الجمالية كيعطيونا الجليج الجليج حنايا كنفرضوا الجليج كنرفضوا الجليج كنرفضوا كل هو غربي كنفتخروا بديالنا بالانتماء ديالنا كنفتخروا بهويتنا كنفتخروا بأي حاجة هي ديالنا فهو العالم كيسجد التاريخ ديالنا كيسجد الثقافة ديالنا كيسجد هويتنا حتى مغربي وعاش والله يرحم المغفور الى صاحب الجلاله اللي كيدير الشجاعه على المغاربيس نتمناو ان شاء الله يزيدوا هذه التفاته باش يحسوا بانهم راهما ماشي كيقادوا ولا كيشجعوا على الثقافه راهما كيدمروا وكيخربوا الثقافه والهويه والانتماء الطنجاوي بالملاير ماشي بالملايين بالملاير و كابيول احسن دليل على هذا تحياتي.